دكتور لأن الدكتاتور. متفجرات للبيع، قنابل للبيع، متفجرات للبيع. بقولك يا ابي ما تنفعني بأي حاجة. خلاص يا ابني مش عايز اشتري حاجة منك خلاص. اوه يا باشا بس خلينا نستفتح، ده حتى حضرتك شكلك راجل مفتري. ورحمة التكشيرة الحلوة دي لا تنفعني. ايه يا ابني؟ هو بالعافية ولا ايه؟ قلت لك مش عايز. طب لاجل العين الحمراء الشيطاني دي انا عندي لك حاجة جديدة لانك مش عند حد. طيب يا سيدي وريني، بس خد بالك لو طلع شوية ديناميت هفجرهم في وشك. انا كده كده بتلكك لاي حرب. ديناميت ايه يا باشا؟ لا مفيش الكلام ده خالص، احنا حاجتنا حاجة محترمة وفي ضمان. قنبلة لو فرقعت في وشك تاخد فلوسك. اتفضل يا باشا، اخر انتاج مع عملنا الطفل الصغير. ماله الطفل الصغير؟ لا يا باشا دي اسمها الطفل الصغير لانها صغيره وبتحير. ومفعولها ايه بقى؟ شويه يورانيوم على شويه بارود على كل البوائد الكيميائيه اللي موجوده في المعمل، حاجه مهم. ايوه يا ابني، يعني دي بتحرق ولا بتسمم؟ كتالوجها ايه؟ فهم بصراحه بيه والله ما اعرف، بس هي حاجه طرش. طيب خلاص يا ولد خلاص، انا هشتريها منك وهجربها بكره على بيت حماتي الصبح. عارف لو ما جابتش نتيجة هيحصل فيك ايه؟ يا بيه كفالة الشر. هكلم حماية المستهلك طبعا، وانت عارف دول مش هيحلوك. مبروك على معالي الباشا، حاجة بوم حاجة بوم. عندك تين شوكي؟ شكلها بوم بوم فعلا. اوعى تكون ديناميت. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة كئيبة من برنامج الدحيح. أبو حميد أنت بتبتسم ليه؟ عزيزي أنا بتابع مدرسة الفنان حسن الأسمر، كلام حزين، لحن سعيد، وحالة ابتسام وبهجة غير عادية. الجمهور بيطلع من أغاني حسن الأسمر مش عارف يحس بإيه، نفسيته حزينة بس جسمه مهايبر. فبس يا عزيزي، النهاردة يا عزيزي هنتكلم عن حدث مأساوي فعلته الولايات المتحدة الأمريكية ولم تحاكم عليه. سامع يا ترومان ياللي اديت لأوبنهايمر المنديل وقلت له خد امسح إيدك، أنا اللي رميت القنبلة يالا؟ فاكرها لك على فكرة، شفت الفيلم. المهم يا عزيز ده كانت جرعة هزار عشان احنا هنخش في كآبة ما بعدها الكآبة. يلا بينا. في صباح يوم 6 أغسطس سنة 1945 رمت طيارة إنولا جي الأمريكية في منتصف مدينة هيروشيما وعلى مسافة 580 متر من السطح جسم معدني طوله 3 متر جواه 64 كيلو جرام من اليورانيوم. الجسم ده هيتسمى قنبلة الولد الصغير، الليتل بوي بومب. ولكنه يا عزيزي في الحياة كما تعلم النهاردة لم يكن ولد صغير ولا حاجة، دي كانت أول قنبلة ذرية في التاريخ اللي بعد لحظة انفجارها هتتغير الحياة تماماً. يسابع أكبر مدن اليابان اللي هتبقى جزء من الجحيم، وهتبدأ واحدة من أكبر المآسي في التاريخ اللي هتعرف باسم مأساة هيروشيما. اليوم ده الصبح عدد كبير من سكان هيروشيما كانوا في الشوارع رايحين لأشغالهم أو لمدارسهم أو بيشاركوا في توسيع الطرقات استعداداً لغزو أمريكي محتمل. بعضهم لاحظ الطيارة إنولا جي اللي كانت من طراز B-29، بعضهم شافها في السماء الطيارة ماشية تتمخطر في سماء المدينة. الحقيقة إن محدش اهتم أوي، قال لك طيارة زي أي طيارة، قليلين أوي اللي يقدروا يفهموا إن دي طيارة أمريكية. كمان سفارات انذار الغاره ما ضربتش، حتى لو كانت غاره عمرها ما هتكون بطياره واحده. يبقى في المعتاد سرب طيارات ضخم بيقصف المدينه، مش طياره واحده وبيقصفها بمئات القنابل، كنا هنلاقي الدنيا بتمطر بارود علينا. كمان هيروشيما على خلاف مدن تانية في اليابان ما مرتش قبل كده بتجارب الغارات، وبشكل ما كده كتير من سكان المدينه كانوا مقتنعين ان هي هتفضل امنه وان الامريكان مستحيل يقصفوا هيروشيما ابدا. وده لان عدد كبير من المهاجرين لامريكا من اليابانيين يعني هم في الاصل من سكان هيروشيما. ده غير اشاعه شهيره وقتها بتقول ان عمه الرئيس ترومان عايشه في هيروشيما. الكلام ده كان منتشر جدا بين الاهالي وهكذا، محدش كان مهتم بهذه الطائره. في تمام الساعه 8:15 بالظبط يا عزيزي تتربي القنبله، وتحديدا فوق مستشفى اسمها شيما، وفجاه بينطلق ضوء مبهر بيعم مدينه هيروشيما، ضوء كانه فلاش مليون كاميرا. كل ده كان الصبح كمان، فكانك بتشوف نهار فوق النهار. زي ما بيوصف الناجين اللي كانوا على بعد 8 كيلو من نقطه الانفجار قالوا ان هم حسوا ان كانهم باصين في الشمس. ضوء زي ما شفت في اوبنهايمر ملوش اي صوت، وفي اقل من ثانيه بتتكون كوره نار قطرها يوصل ل 250 متر، درجة حرارتها من 3000 ل 4000 درجة مئوية، كورة بتلتهم كل الهواء اللي حواليها، لهيبها بيحرق كل شخص في محيط 3000 متر، كورة دي يا عزيزي بتموت في لحظة واحدة 70,000 إنسان، أغلبهم مات من غير ما يفهم إيه اللي بيحصل، ويستوعب إن دي آخر لحظة في حياته، بعضهم اتبخر من على وش الأرض وما سابش مكانه غير ظله، في ظاهرة معروفة بالظلال النووية. مستشفى شيما اللي وقعت عليها القنبلة النووية اختفت هي واللي فيها، ما فضلش فيهم أي حاجة على الإطلاق. في اللحظة اللي بعد كده بتندلع موجة
موجة انفجارية رهيبة بتدمر كل مبنى موجود في المدينة في محيط 2 كيلو، ازازه اتكسر. خليني اقول لك ان البيوت اللي كانت تبعد 16 كيلو عن القنبلة ازازها اتكسر، وحس بالقنبلة الناس من على بعد 60 كيلو. في لحظة سكان المدينة اللي فضلوا احياء منهم لقوا نفسهم وسط عاصفة من كتل المباني اللي بتطير، كتل مولعة بالنار بتشيل كل حاجة قدامها. بعض التحضيرات بتقول ان الكتل دي الملتهبة دي اتسببت في 30% من اعداد القتلى والمصابين. ثم فجأة بتنتهي الموجة ويسود الهدوء على مدينة هيروشيما، ولكنه ليس هدوء النهاية وإنما هو هدوء البداية، بداية المأساة. أول شيء يواجهه سكان مدينة هيروشيما بعد القنبلة هو النار. كرة النار تسببت في حريق ضخم راح لكل حتة في هيروشيما. الحريق اللي ضعف انتشاره وقوته هبوب رياح قوية على المدينة نشرت النار في كل حتة، وفي اللحظة اللي هيروشيما فيها كانت بتتحرق كان الآلاف بيخرجوا من تحت الأنقاض يحاولوا يستوعبوا إيه اللي بيحصل أصلاً. عشرات الآلاف من البشر قايمين من تحت الأنقاض عاملين زي الزومبيز، يطلعوا يمشوا وسط مدينة كاملة بتتحرق، الأغلب مصاب بحروق طبعاً فظيعة، ما حدش فيهم فاهم أي حاجة، كتير منهم كان صعب حتى التعرف على ملامحهم. بعد ما النار كانت وشوشهم وكلهم هدفهم حاجة واحدة، انهم من كتر السخونة يحاولوا يوصلوا بسرعة لأي نهر من أنهار المدينة عشان يخفوا شوية من لهيب أجسامهم المشتعلة. لما بيوصلوا للنهر بيلاقوا مفاجأة غير سارة، الأنهار هي كمان اتحولت لنار بسبب كتل الخشب اللي طارت من البيوت المحروقة، البيوت اللي كانت على ضفاف الأنهار. هنا بيتزاحم عشرات الآلاف من البني آدمين عايزين أي مكان يحطوا أجسامهم المشتعلة فيه، كل ده وسط النار والخشب المحروق والبيوت المهدومة وريحة الدخان. حوالين الناس دي آلاف من الجثث محروقة أو العايمة، ناس كتير من نطوا في النهر من فوق الجسم ما كانوش بيعرفوا يعوم، هما بس نزلوا عشان يهربوا من النار، ولما نزلوا ما طلعوش تاني، ماتوا غرقانين. ناس تانية نزلت في خزانات المية وحمامات السباحة اتزحموا فيها، ومن شدة التعب والضعف اللي كانت عليه أجسامهم ما عرفوش يطلعوا وماتوا غرقانين. الكل كان بيدور على النجدة بس مين يساعد مين، كل واحد كان عنده مأساته والمنقذ كان هو هو الضحية، وأي شخص هتحاول تستغيث بيه هتلاقيه هو نفسه محتاج إغاثة ده لو لقيته. بعد حوالي نص ساعة بتسقط الأمطار على مدينة هيروشيما. طب حلو يا أبو حميد، مية تخفف عنهم. لا يا عزيزي مش حلو خالص، يمكن تكون دي أغرب مية نزلت على بني آدمين في التاريخ. مطر لونه أسود باكن مشبع بالرماد والدخان وذرات الإشعاع اللي في الجو، مطر مشع. بعض الناس اللي نزل على جلدهم المطر ده سبب لهم حروق وإصابات، ومع زيادة الحرائق في كل مكان وغياب أي حد ممكن يطفيها يبدأ سكان هيروشيما يحاولوا يخرجوا من المدينة ويروح ناحية التلال اللي بره حدودها. تتشكل مسيرة من البشر مفيش على وشوشهم غير تعبير واحد وهو الصدمة، ماشيين شبه عرايا بعد ما هدومهم اتحرقت. محدش كان مكسوف لان محدش كان في دماغه حاجة زي كده اصلا، وثانيا لان منظر الجلد ما كانش لونه عادي، الجلد اللي كان ظاهر من تحت الهدوم كان متساقط ونازف. عشرات الالاف من البشر بشكل غريزي بيرفعوا ايديهم لفوق عشان يتلافوا احتكاك الجروح ببعضها، عشرات الالاف ماشيين وسط جثث في كل مكان رافعين ايديهم كانهم بيستسلموا العدو هم مش شايفين. مجموعات كبيرة كمان من البشر فقدوا بصرهم، كانوا بيدوروا على اي حد يساعدهم ويوديهم لطريق الخروج، اللي حتى اللي كانوا شايفين مش عارفينه. ناس عمالة تجري وتستنجد بمية عايزين يشربوا ويطفوا اللهب اللي على أجسادهم. المسيرة اللي ناس كتير مش هتقدر تكملها وهيقعوا في السكة من التعب ويستسلموا لقدرهم ويفرقوا الحياة. وبينما هيروشيما كانت بتعاني فمحدش في العاصمة طوكيو كان فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. فجأة الاتصالات التليفونية اتقطعت تماما مع هيروشيما، الخط الإذاعي مش موجود والتلغرافات مش شغالة، إشارات السكة الحديد واقفة والاتصالات العسكرية مقطوعة. بيتم تكليف واحدة من الجيش في مدينة مجاورة انهم يبعتوا حد لهيروشيما شوف ايه اللي حصل هناك، والساعة واحدة الظهر بيوصل تلغراف بيقول جملة واحدة بس: أبيدت هيروشيما بالكامل بقنبلة واحدة والحرائق منتشرة. طبعا يا عزيزي المسؤولين مش فاهمين يعني ايه قنبلة واحدة تبيد مدينة بالكامل، مفيش حاجة اسمها كده في العالم. ولما تطلع نشرة اخبار الساعة 6 في الإذاعة اليابانية تكتفي بخبر صغير بيقول: بعض القنابل الحارقة ألقيت على هيروشيما ونحصي الأضرار الحالية. احنا مش متخيلين ان ممكن قنبلة واحدة تعمل كل ده. والساعة 1 الفجر بتوقيت طوكيو اي بعد 17 ساعة من إلقاء القنبلة بيخرج الرئيس الأمريكي هاري ترومان ويلقي خطابه اللي هيعلن بيه للعالم إلقاء أول قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما. وأكشن بيفهم اليابانيين إيه اللي حصل، ليه ممكن قنبلة واحدة تعمل هذا الدمار. ولكن بالرغم من كل ده وبعد ما وصلت لجنة من طوكيو لهيروشيما وصلت تاني يوم عشان تقيم الأضرار وتشوف المدينة ملقوش غير كوم رماد. كان فيه عزيزي ارتباك واضح جدا وحالة من الإنكار للقيادة اليابانية. بعض القيادات كانت بتتكلم على الصمود ومواصلة القتال، حالة الإنكار دي عزيزي للأسف ما بتستمرش لأنها بتاخد ألم تاني شديد جدا من الواقع. كارثة جديدة بتحل على اليابان خلال 72 ساعة بس لما بتسقط القنبلة الثانية على مدينة ناجازاكي وتتكرر المأساة، عشان في اليوم الثاني بتبلغ الحكومة اليابانية بشكل واضح وخالي من الارتباك والتردد الاستسلام.
عزيزي خليني أرجع بيك تاني لمدينة هيروشيما، وتحديدا في اليوم التاني للقصف 7 أغسطس 1945. النار هديت والدخان بدأ يختفي والجموع اللي خرجت بره بدأت ترجع من تاني عشان يسجلوا شهاداتهم عن المدينة اللي بقت ساحة من الرماد، المدينة اللي أصبحت مسرح للعديد من المشاهد المؤلمة. يعني مثلا كان في مجموعة بشر بتحاول تدور على أهلها وأحبابها ويشوفوا إيه اللي حصل لبيوتهم. في منهم يا عزيزي اللي مش عايزين لا أخبار كويسة ولا أخبار وحشة، هم عايزين أخبار، احنا عايزين نفهم. بيفحصوا الجثث وأقصى آمالهم إن هم يتعرفوا عليهم. ناس تانية بيأس بتحاول تدور على أي أكل، عدى عليهم أكتر من 24 ساعة من غير لقمة واحدة. كان في حالة عامة من العطش، بعض الناس من كتر العطش بدأت تشرب من الخزانات اللي الجثث غرقانة فيها، ده غير طبعا آلاف المصابين اللي في حالة من الإعياء ومستنيين أي مساعدة. ولكن يا عزيزي المساعدة دي ما بتوصلش. بتطلع إشاعة بين الناس إن الزيوت بتخفف الآلام، وبقى الكل بيدور على أي زيت يدهنوا بيه جسمه مكان الحريق، زيت أكل، زيت خروع، حتى زيوت العربيات. والمجموعة اللي نجت من جنود الشرطة والجيش كانوا بيحاولوا يجمعوا بقايا الجثث من الطرق ويحرقوها. واحد كمان من المشاهد المرعبة كان مشهد الحشود الغاضبة اللي ماسكة 2 من الأمريكان اللي نجوا من القصف وربطينهم بيعذبوهم لحد الموت. يا أبو حميد ثانية واحدة، إيه اللي جاب الأمريكان هنا؟ 12 عزيزي من ضحايا القنبلة الذرية كانوا طيارين أمريكان اتاخدوا أسرى قبل إلقاء القنبلة بأيام، ونصهم مات لحظة القصف، واتنين على الأقل هيموتوا من الضرب على إيد الأهالي، بينما بقى الباقي هيموت على مدار الأيام اللي جاية بعد كده. واحدة من المستشفيات اللي نجت من القصف وما تعرضتش لأضرار كبيرة كانت مستشفى هيئة المواصلات، وواحد من أطبائها كان الدكتور ميتشيكو هاتشيا اللي كان مهتم جدا برصد اللي بيحصل ده تدوينه في يومياته اللي هتكون بعد كده مرجع مهم جدا عشان نعرف ايه اللي حصل للناس اللي في هيروشيما. اللي بيخلي يا عزيزي هذه الملاحظات شديده الاهميه ان ما بين 300 دكتور اللي هو عدد الاطباء في هيروشيما كلها ما نجيش منهم غير 28 دكتور بس، واحد من هؤلاء هو الدكتور ده، الدكتور اللي قدم في يومياته وصف دقيق ورصد مهم للاحداث. ازاي مثلا اول اثار الاشعاع بانت؟ الاثر الاول للاشعاع ظهر لما فجاه اصبح المصابين بيقضوا حاجتهم عشرات المرات في الليله الواحده. بعض المصابين للاسف كان بيحتاج يخش الحمام اكتر من 50 أو 60 مره، ده غير ان فضلاتهم كان كلها دم ومحدش فاهم ده بيحصل ليه. الاعتقاد الاولي ان دي كانت غالبا ديزنتريا، وبداوا الاطباء يعزلوا كل شخص تظهر عليه الاعراض دي. وبمرور اليوم الثاني بدات تبان اعراض اغرب، ناس بدات تيجي المستشفى وعلى جلودهم بثور غريبه وعندهم نزيف في اللثه. الغريب ان الناس دي نجت من القصف وحروقهم كانت بسيطه، ده ان كانوا مصابين اصلا، فدي ناس المفروض كويسه. ولكن مع الوقت الاعراض بدات تتطور عندهم، فتبدا درجه حرارتهم تزيد ويتعرضوا لاعياء شديد وقيء دموي، وفي خلال يوم او يومين بالكتير يموتوا. الاطباء يا عزيزي ما كانوش فاهمين الناس دي المفروض نجت من القصف، ايه اللي حصل لهم عشان يموتوا بالشكل ده؟ بمرور 4 أو 5 أيام بدات تظهر اعراض جديده، بقع لونها بنفسجي على الجلد ما بتوجعش ولكنها مثيره للحكه، جلدهم بياكلهم عشان يهرشوه. دي كانت اشاره مهمه جدا لان كل شخص ظهرت عليه البقعه دي غالبا بيموت بعد يومين او ثلاثه. هيروشيما تحولت لمدينه من البشر المصابين بالهلع، مدينه الناس فيها بتخلع هدومها كل شويه بيدوروا هل في بقع ولا لا. لو كانت الاجابه مفيش بقع فده معناه ان عمره هيتمد يوم جديد على الاقل، يوم جديد من الحياه، ولكنه ايضا يوم جديد من القلق لو تظهر هذه البقع على جسمه بعد كده، يوم جديد في حياه بمصير مجهول تماما. ولكن لو كانت الاجابه ان في بقع على ظهرك فده معناه الموت المحقق. كل ده عزيزي والاطباء في حيره من امرهم لان عمرهم ما شافوا اعراض كده قبل كده. الدكتور هيتاشا بيسجل ان في هذه اللحظه بدا يشك ان امريكا ممكن تكون استخدمت قنبله جرثوميه او كيماويه على هيروشيما. ثانيه واحده يا ابو احمد، جرثوميه ايه وكيماويه ايه؟ ما الرئيس ترومان لسه قال يا جماعه دي قنبله ذريه. يا عزيزي بلاش تبقى قاسي كده، هيروشيما كانت معزوله عن كل اللي بيحصل حواليها، مفيش صحف بتوصل لها وابراج الاذاعه اللي فيها اتدمرت، وده خلى سكانها لحد دلوقتي ما يعرفوش ايه السلاح اللي اترمى عليهم. وبينما العالم كله بيتكلم على القنبله الذريه محدش في هيروشيما عارف ان الناس بتتكلم عليه، وانهم اصبحوا حديث العالم واصبحوا اول ضحايا في العالم للقنبله الذريه. الدكتور هيتاشا بيسجل ان اول مره يعرف ان اللي اترمى عليهم ده اسمه قنبله ذريه كان بعد اسبوع من القصف لما واحد من الاطباء جه يساعد من مدينه قريبه وقالت عليه ان القنبله الذريه شيء رهيب جدا. وهنا تتاكد الاشاعه ان امريكا استخدمت هذا السلاح الرهيب على مدينه هيروشيما عشان تخلي الحياه في هذه المدينه قبل القنبله فصل وما بعدها فصل تاني خالص، مش في هيروشيما بس، في العالم كله. الفصل الجديد هتحول فيه هيروشيما الى مدينه غير صالحه للحياه لعشرات السنين. في 15 أغسطس 1945 بيسمع اليابانيين لأول مرة في تاريخهم صوت الإمبراطور الياباني وهو بيلقي خطاب الاستسلام. لو يسمع بعض سكان هيروشيما الخطاب عن طريق الراديوهات القليلة اللي عرفت تلقط الإشارة، كتير من أهالي هيروشيما كانوا بيبكوا بمرارة، مش عشان اليابان خسر ولا عشان اليابان استسلمت، ولكن عشان خطاب الاستسلام ده لو كان اتقدم 9 أيام بس كانش حصل اللي حصل، كان ممكن ينقذ مصيره اللي مش بس مرعب، لا ده مجهول وغير مفهوم. احنا لسه لحد دلوقتي ما نعرفش الأمراض والأعراض
الأراضي اللي عندنا دي هتروح فين؟ الموضوع مش مجرد فاجعة في خسارة الأهل والحبايب والسكن والبيت، ده مستقبل كل جملة فيه آخرها علامة استفهام، مش عارفين هيحصل لنا إيه في الأيام اللي جاية، هنصحى عايشين ولا هنصحى ميتين؟ علامات الاستفهام ما كانتش عند أهل هيروشيما بس، ولكن كانت كمان عند اللي رمون بالقنبلة. خليني أقول لك إن لحد الوقت اللي تم قصف هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة النووية، محدش كان عارف بالظبط تأثير التعرض لهذه الكمية الضخمة من الإشعاع. الإنسان والبيئة بعد ما يتعرضوا لهذا الكم من الإشعاع ممكن يكونوا عاملين إزاي؟ وده أثره إيه؟ مش في لحظة الانفجار بس، ولكن في الأيام والشهور والسنين اللي بعد كده. المعرفة اللي غايبة عن العالم دي هنبدأ نعرفها شوية بشوية. سكان هيروشيما هيبدأوا يعرفوها قبل أي حد مع كل عرض جديد بيظهر على المصابين. يعني عندك مثلا البقع البنفسجي اللي بتعني الموت، بيكتشفوا أثناء تشريح الجثث إنها عرض من أعراض النزيف الداخلي اللي بيحصل للأعضاء الخلايا بتاعتها باظت بسبب الإشعاع. بعد مرور أسبوع بيبدأ عرض جديد يظهر، الناس بتبدأ تفقد شعر راسها، الشعر بيقع من غير سبب واضح، وبعد أيام قليلة جدا الناس دي برضو بتموت، ومن جديد بتسود حالة الفزع في هيروشيما. الله، ده كل شوية يطلع عرض يؤدي إلى الموت. الناس بتبدأ تشد في شعورها وشعور أطفالها عشان تتأكد إذا كان شعرهم بيقع ولا لأ. وفي 3 سبتمبر 1945 بيوصل هيروشيما البروفيسور الياباني الدكتور مساوا توسوزوكي. معلش هدي الأكسة اللي هيروشيما. الدكتور ده كان بيعمل تجارب على أرانب بإنه يعرضها لإشعاع، وكان له دراسات مهمة في مجال تأثير الإشعاع. وهنا بقى الأطباء القليلين اللي اتبقوا في هيروشيما اعتقدوا إن ممكن يلاقوا حل للناس دي على إيد هذا البروفيسور المرموق اللي له أبحاث كتير ليها علاقة بالتعرض للإشعاع، واللي ممكن جدا يوصف لهم علاج ويوقف عجلة الموت القاسية دي. ولكنه عزيزي بيصدمهم ويقول لهم مفيش حاجة نقدر نعملها للمصابين غير إن إحنا نقدم لهم راحة وأكل كويس. بس يا دكتور، بس فكرة عزيزي إن حتى الراحة والأكل الكويس صعبين جدا في هيروشيما. راحة إيه في بلد مات معظم سكانها، وأكل طازة منين في مدينة على خطوة واحدة من المجاعة؟ وده معناه بكل بساطة الاستسلام للموت. باختصار يا عزيزي، الشخص الوحيد في اليابان اللي كان معاه حل المشكلة دي قال إن مفيش حل. ولما بتوصل أوائل المساعدات الخارجية لهذه المدينة المنكوبة عن طريق بعثة الصليب الأحمر، بتقول إن الوضع صعب جدا، وبتطلب أكبر كم من الإمدادات الطبية في أسرع وقت. يبدأ الصحفيين من دول الحلفاء يوصلوا المدينة ويشوفوا الوفيات اليومية والتأثيرات الغريبة للقنبلة، وبتنشر الصحف الأوروبية والأمريكية إن في حاجة غريبة بتحصل في هيروشيما، في شيء غامض بيطلق الإعلام عليه طاعون القنبلة الذرية. الأمريكان لما حسوا الضغط عالمي بدأ جنرالاتهم يطمنوا الناس، خلاص القنبلة انتهى تأثيرها ومحدش هيموت منها تاني، الحمد لله ده الخبر اللي كان العالم مستني يسمعه. ولكن طبعا يا عزيزي للأسف ده ما بيحصلش. ومع نشر الصحف اليابانية للأخبار المفجعة اللي جاية من هيروشيما، الجنرال دوغلاس ماكآرثر الحاكم العسكري الأمريكي لليابان اللي بقى موجود بعد استسلام اليابان واحتلالها من أمريكا، بيطلع يحذر الصحف اليابانية من العناوين الملتهبة وإساءة استخدام أزمة هيروشيما. يعني يا سيادة الجنرال هنقول منشطات أرق، قنبلة أمريكية تضيء سماء هيروشيما في كرنفال صباحي ينور وش السكان، الأطباء الأمريكان ينصحون باستخدام الإشعاع لنضارة البشرة وزيادة الخصوبة. هنقولها إزاي يا أستاذنا؟ هنقولها إزاي؟ أنتوا عاملين كارثة، أنتوا عاملين جريمة إنسانية لحد دلوقتي لسه ما اعتذرتوش عنها. واللي زاد وغطى إن في 19 سبتمبر سنة 1945 بيحصل فرض للرقابة على الصحف اليابانية، ويتم حظر نشر أي معلومة عن القنبلة الذرية. ولما بيزور صحفي بمجلة نيويوركر جون هيرسي مدينة هيروشيما ويكتب مقالة من 31 ألف كلمة بتتنشر على عدد كامل من المجلة في أغسطس سنة 46، تكون هنا المفارقة العجيبة إن الأمريكان لما بتوصل لهم المقالة في جرايدهم بيكونوا عرفوا تفاصيل مأساة هيروشيما من غير ما اليابانيين اللي وقعت عليهم القنبلة يكونوا عارفين التفاصيل. أغلب اليابانيين ما كانواش عارفين إيه اللي حصل في هيروشيما، لأن الصحف عندهم في اليابان كانت ممنوعة تنشر الكلام ده، حصار إعلامي بالكامل حصل هناك. عندك مثلا المخرج الياباني أكيرا أواساكي، ده غير طبعا أكيرا كوروساوا المخرج الياباني المعروف. لا بقول لك يا عزيزي مشترك في نادي السينما، أنا بشوف عباس كريستيمي، ما تشوف عباس الأول اللي بتكلم معايا. المخرج ده عزيزي زار هيروشيما وسجل شرايط سينمائية للدمار اللي حصل هناك والوضع الإنساني المؤسف، ولكن للأسف الشرايط دي بتتصادر وتروح للأرشيف العسكري الأمريكي، وبيتم تصنيفها على إنها سرية للغاية، ما بتظهرش للنور غير بعد سنين طويلة. كمان وحدة الأبحاث في معهد رايك في طوكيو اللي كانت بتدرس أثر الإشعاع النووي بتصدر أوامر بتفكيكها وتدمير معاملها بحجة منع تسليح اليابان في المستقبل. ولكن طبعا يا عزيزي الأمريكان كان همهم الأكبر في هذا التوقيت وبكل بساطة وبرجماتية ووضوح هو عدم تشويه نصر أمريكا العظيم، وعدم تشويه الاختراع المدهش اللي اداهم القوة المطلقة، القوة اللي هيحكموا بيها العالم. وهكذا عزيزي بتمر الايام، وبينما تعود الحياه ببطء الى مدينه هيروشيما، وبينما الاهالي بيحاولوا ينسوا ايه اللي حصل لهم ويقنعوا نفسهم ان كل ده عدى خلاص والحياه بتستمر، بتظهر مفاجات تانيه غير ساره لاهالي هيروشيما. اولهم مرض السرطان. الاول عزيزي عندك كارثه كبيره وحرائق ضخمه وفي ناس ماتت. بعد كده الناس بتخش الحمام بالعشره والعشرين والتلاتين والخمسين ستين مره. بعد كده البقع اللي بتعني الموت في خلال ايام. بعد كده تساقط الشعر اللي بيعني الموت في خلال ايام. خلاص هدينا، ما عادش في
فصل القنبلة نلاقي بعدها بسنين سرطانات. نسبة الإصابة بسرطان الدم أو اللوكيميا عند الناس اللي كانوا قريبين من مركز القنبلة ارتفعت عشان تبقى 50 ضعف المعدل الطبيعي. مش بس سرطان الدم، في سرطانات تانية، سرطان الغدة الدرقية والثدي والرئة بتتضاعف الإصابة بيها لأكثر من 3 أضعاف. أما طبعا المعاناة اللي بعد كده فهي المعاناة النفسية. بمرور السنين التشكيلة السكانية لمدينة هيروشيما اتغيرت. هيروشيما وقت القصف كان سكانها 340 ألف شخص، مات من هذا التعداد السكاني ما بين 100 ألف ل 140 ألف شخص نتيجة للقنبلة الذرية. ولاحظ ان كتير من ال 340 ألف شخص دول كانوا يا اما مجندين او اغراب عن المدينة. هم كمان سابوها بعد ما الحرب خلصت. بعد الحرب بدا يجي اشخاص من مدن تانية ويروحوا هيروشيما. الله، ايه اللي جابهم يا ابو حميد؟ ملوش غير دي مدينه لسه مضروبه بقنبله. اهوج يا عزيزي، عزيزي في القصص السعيده والحزينه اهوج. ابو حميد للغلط عزيزي، مدينه منكوبه يعني فرص عمل كتير. لما البقال يموت والدكتور يموت والمهندس يموت في مجال التوظيف، دي كوميديا سوداء. كمان يا عزيزي فكر ان دي مدينه منكوبه يعني محتاجه اعاده اعمار، وده يعني شغل وفلوس. تغيير التركيبه السكانيه ده بيخلي الناجين من القصر اللي كانوا موجودين في المدينه وقت القنبله يعني ولسه عايشين لحد دلوقتي بيطلق عليهم الهيبه كوش، وهم اقليه وسط السكان الجدد اللي مش بس ما شافوش اللي هم شافوه، دول كمان ما سمعوش عنه بسبب الحظر الاعلامي اللي كان معمول على اليابان. ويبدا عشرات من الهيبه كوشا بيعيشوا في جانب مظلم محدش يعرف عنه حاجه. الاثر النفسي المريع اللي مروا بيه عشرات الالاف من المصابين، ظلام جاي من الاثر النفسي اللي هم شافوه بعينيهم. دي عزيزه تروما حقيقيه، تفقد عيلتك واسرتك وبيتك وتتحرق وتبقى على شفا حفره من الموت وتعيش في سنين من التوتر والقلق ان يظهر عليك اعراض تقتلك بعد ايام. دي تروما حتى لسه مكمله، انت ما انتش عارف هتخلص على ايه. عشرات الالاف من المصابين اللي كتير منهم كان عندهم تشوهات جسديه واضحه بداوا للاسف يتعاملوا كمنبوذين في كل مكان. مين هيتجوز واحد في هذه الحرايق؟ وتاني لسه ما نعرفش ده ايه تاثيره على الابناء على الخلفه. الناس دي كانت مرفوضه وممنوعه تدخل اماكن عامه. الناس اللي جت للمدينه بعد كده كانوا بيتفادوا ان هم يشوفوا ضحايا الانفجار لان منظرهم مثير للكابه وغير مريح. وطبعا اصحاب الاعمال كانوا بيرفضوا يدوهم وظايف لان هم بيتعبوا بسرعه ودايما محتاجين متابعه صحيه في المستشفيات. اما بقى الوضع عند البنات والسيدات اللي تعرضوا لهذه التشوهات كان اسوأ بكتير من كده. دفعوا ثمن اغلى بكتير، بعضهم ما بقاش قادر يخرج اصلا للشارع، فضلوا قاعدين في بيوتهم لسنين لانهم مكسوفين من شكلهم. البعض امتنع عن ولاده الاطفال لان هم كانوا خايفين الاولاد يطلعوا مشوهين. اثر الاشعاع يا عزيزي لم يكن جسدي فقط، الاشعاع ساب سكان هيروشيما بشعور كبير بالذنب بسبب تصرفاتهم وقت القاء القنبله. اللي ما وقفش مثلا عشان ينجد حد، اللي جري وهرب وساب واحد بيستغيث، او اللي تخلى عن اخواته واهله تحت تاثير الذعر. كمان هتزيد حالات الانتحار بين الهيبه كوشا اللي بعضهم ما قدرش يتكيف مع اصابته وتشوهاته او مع الواقع الجديد اللي كل يوم فيه خوف من الموت لو ظهر اي اثار جديده للاشعاع. ده غير احساسهم ان هم تحولوا لفئران تجارب، والموضوع من اول لحظه وهو متجرد تماما من انسانيته. حتى بعد حصول الكارثه لما اقام الامريكان في المدينه مختبر لبحث اثار القنبله الذريه ويدرسوا توابعها على الضحايا، فبقى كل موته في هيروشيما بتتحول الى تجربه لها اجراءات روتينيه بدل ما يكون حدث جلل نقف عنده بحزن. الانسان لما بيموت فجاه بتظهر الجيب العسكريه التابعه للقوات الامريكيه اللي منتشره هناك عشان تطلب من اهله ان هم يسلموا جثته للتشريح لاغراض البحث الطبي. وبعد سنين طويله لما بترجع عينات الجثث دي لليابان من تاني، الكاتب الياباني تاكاشي ايتو بيروح يشوفها في معامل جامعه هيروشيما ويكتب عن عشرات الالاف من الاعضاء الداخليه اللي محفوظه في الفورمالين وشعوره بالحزن ان ممكن تكون الاعضاء دي لناس هو يعرفها هو اتعامل معاها. سكان هيروشيما يا عزيزي ما بيفضلوش لحالهم كده كتير، بيبدا يبقى هناك حملات عالميه للتضامن معاهم، بعضها بتكون في امريكا نفسها. يعني مثلا سنه 1949 لما بيرجع الصحفي الامريكي نورمان كازن وبينشر تقرير عن الاهوال اللي شافها وينزل في مجله ساتردي ريفيو، المقال وقتها بيحظى بتعاطف واسع ويفتح عين الامريكان اكتر على الكارثه اللي عملتها القنبله. نورمان كازن ما بيكتفيش بالمقال بل بيطلق عدد من الحملات الضخمه للتضامن مع اهالي هيروشيما زي حمله ايتام القنبله الذريه اللي لفتت نظر العالم لوجود 4000 طفل يتيم نتيجه القنبلة الذرية. ونجح كمان انه يعمل مشروع يخلي مواطنين امريكان يتكفلوا بمصاريف 400 من الاطفال دول لحد ما يخلصوا تعليمهم ويعتمدوا على نفسهم. مش بس كده، كازن بيطلق مشروع بيسميه هيروشيما ميدنز او عذراوات هيروشيما، بيدعو فيه لعلاج البنات اللي وشوشهم اتشوهت من القنبلة واجراء عمليات تجميل مجانية ليهم في امريكا. وبالفعل واحدة من المؤسسات الطبية في نيويورك بتتبنى هذه الحملة، وبالفعل بتسافر البنات الضحايا وبيقعدوا شهور يتعالجوا من التشوهات في امريكا. وفي ابريل سنة 1947 بيتم انتخاب كينزو هاماي كعمدة لمدينة هيروشيما. الراجل ده كان عنده خطط قوية مش بس انه ينتشر هيروشيما من الواقع المؤسف بتاعها، ولكن كمان لتحويلها لرمز عالمي. عمدة مدينة هيروشيما كان عنده تصور ان اللي حصل في المدينة اكبر من انه يكون خاص بيها بس، ده حدث لازم العالم كله يسمع عنه ويتعلم منه. وكمان ان اعادة انتشال هيروشيما من دمارها ده مش بس مهم لسكانها، ولكنه مهم للعالم كله عشان يدرك فظاعة وبشاعة القنبلة الذرية ومحدش يستخدمها تاني. وسنة 1949 بيكتب عمدة المدينة رسالة سلام من سكان هيروشيما الى كل العالم. الرسالة
بيوقعها 110,000 من الهيبة كوشة، السكان الأصليين اللي حضروا انفجار القنبلة، وبيشيل هذه الرسالة الصحفي الأمريكي نورمان كازن ويسلمها للأمين العام للأمم المتحدة. بلاش يا أبو حميد الحسن يقلق، الرسالة بتقول إن سكان هيروشيما مش عايزين أي حاجة من العالم غير إن هم يكونوا دليل السلام، وإن البشرية تعرف اللي حصل لهم عشان يتأكدوا كويس إن ده ما يحصلش تاني أبداً. وفي نفس الوقت البرلمان الياباني بيصدر قانون بإعلان مدينة هيروشيما كرمز للسلام العالمي، ويبدأ في تحويل نقطة سقوط القنبلة الذرية الهايبو سنتر إلى رمز عالمي، وتتبني على هذا المركز حديقة السلام على مساحة 120,000 متر، ومن أهم معالمها قبة السلام. القبة كانت مبنى لمعرض صناعي واللي كانت معمولة من الخرسانة، ولحظة القصف مكانها كان تحت مركز القنبلة بالظبط. نجت هذه القبة من الدمار بعجوبة، وفضلت هذه القبة واقفة وحيدة كشاهد حزين فاقد للنطق، حضر كل شيء من أوله لآخره، شاهد واقف وسط مدينة أصبحت أطلال. القبة النهاردة اليونسكو بيعتبرها واحدة من رموز التراث العالمي. وفي وسط الحديقة بنشوف النصب التذكاري لضحايا القنبلة النووية اللي بيحتوي جواه على أسماء كل الضحايا المعروفين للقنبلة، ومكتوب على هذا النصب التذكاري اركضوا في سلام فالخطأ لن يتكرر مجددا. بمرور الوقت هيروشيما مش بس تحولت لمدينة بتدعو للسلام وبتفكر العالم بخطر الأسلحة النووية، بل أصبحت بتطلق مبادرات ضخمة لنشر ثقافة السلام حوالين العالم، وبتعمل مبادرات لمواجهة مشاكل زي الفقر والأمية. المبادرات دي بتكون من الضخامة لدرجة إن مبادرة عمد من أجل السلام بيشتبك فيها أكتر من 8200 مدينة في أكتر من 166 دولة حوالين العالم، ولحد النهاردة ملايين من البشر بيزوروا هيروشيما كل سنة عشان يشوفوا إزاي تحولت من مدينة متدمرة بالكامل لمدينة موجود في كل ركن فيها حديقة، وكل شوارعها بتنتشر فيها كلمة وهي السلام. عزيزي، يفضل لينا اننا نسأل، هل يا ترى العالم تعلم من هذا الدرس القاسي من المعاناة الطويلة والمؤلمة دي؟ يمكن العالم كان محظوظ ان لمدة 78 سنة ورغم كل الصراعات الهائلة ما تمش استخدام هذا السلاح الرهيب مرة تانية. ولكن يا عزيزي، اي نعم هذا السلاح لم يستخدم، ولكن انتاجه ما وقفش، وحالة الشره لانتاج المزيد من هذا السلاح لسه ما خلصتش. حسب الامم المتحدة فالعالم النهاردة فيه اكتر من 22,000 قنبلة ذرية، فهل يا ترى اصحاب هذه القنابل هيجوا يوم ويستخدموها، ولا درس هيروشيما ونجازاكي درس خالد في التاريخ، درس ألمه ومعاناته ومأساته؟ في النهاية يا عزيزي، أنا مش عايز أشيلك الهم وعايز أطمنك، القنابل دي لو ما اتضربتش فإحنا هنفضل مستنيين، ولو اتضربت ف 22,000 قنبلة ذرية أكيد هتجيب أجلنا، فهنبقى مش موجودين عشان نحس بيهم، مش هنلحق نعرف. دي رسالة تدعو للتفاؤل، وإن كيس عايز تعيش حالة من الدنايل فعندك برنامج الدحيح تقدر تسلي نفسك بيه، عندك حلقات فاتت وحلقات جاية ما صدنا نبص عليها، ولو إحنا على اليوتيوب مشترك على القناة. أنت عارف يا عزيزي إن لحد سنة 2017 لم يكن هناك قانون يجرم استخدام القنبلة الذرية؟ إيه؟ طب ما عادي يا أبو حميد، ما ليس هناك قوانين يجرم الحرب، بس يا عزيز الحمد لله 2017 اصبح عندنا قانون يجرم من استخدام القنبله الذريه، عشان الدول اللي عندها قنابل ذريه اوريدي خايفه جدا من انها تخرق القانون، وهل يعني هيبقى في وقت نحاسب فيه الشخص اللي استخدم القنبله الذريه؟ نوقفه في النوتي كورنر عشان بيخرق القانون اللي محطوط سنه 2017.